يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان. السلام عليكم زهرة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا صحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد. هاني جيت وجبت لكم جديد كيما عودكم، ولكن ما تنساوش خصكم بواحد لايك في القناه واشتراك فضلا وليس امرا، وما تنساوش تشغلوا الصرصار باش توصلكم اي حاجه جديده. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه جد رائعه عائليه، واحد العصير صحي حتى هو كيجيب بنين بزاف وله فوائد مهمه في هذا رمضان، يعني مع تلعب مواد صحيه. المهم كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا معايا طريقه تحضير التحليه والعصير ان شاء الله. والتحليه جد سهله وسريعه في متناول الجميع. المهم على بركه الله عندي يدر الحليب هنايا، غنشبر هنا هاد كولاك او الحلوه، ما كانتش عندكم ديروا شويه ديال المره ماشي مشكله، اما انا درت معلقه هنا. من بعد ان شاء الله غنشبر فلان جوج فلانات ديال الشوكولات غنخويهم، وما تنساوش ديروا أربعة معالق ديال السكر، حيت لحقاش أنا عندي هاد القهوة مرغية شوية اللي عندي راه دابا، إلا كانت عندكم نص كافي حتى هي ديروها اللي حبيتو. المهم أنا عامدة في هاد المكونات، فهمتوا معايا ما تمسيو فيها. أنا عندي هاد القهوة متوفرة عندي، عندي راه منها جوج معالقات حتى ثلاثة، وهي راه مرة يعني من الأحسن أنا كيما كنقولكم ديرو السكر باش متجيكم شي مرة، يعني تقريبا أربعة معالقات ديال السكر. وان شاء الله بقى نعدل معكم الطبقه الثانيه، وصراحه التحليه كتجي رائعه. هنا ضيف يا هلال اهلا اهلا كيف الحال، هنا غنشبر معلقه ديال الطحين حتى الجويجات ديال الطحين، انا عندي معلقه صغيره درتها. وان شاء الله غنخلط المكونات كامل، غندوزهم ان شاء الله نطيبهم في بوطه. نتوما عارفين يعني التطياب راه معروف، انا الفيديو ديال التطياب حيت الفيديو راه عندي مصور، شوفوا ياخذ يعني عاد عدلته اليوم، والفيديو ديال اللي كتطيب فوق البوطه ما بقاش عندي. المهم نخلطها مزيان عاد نديرها فوق البوطه باش ما نديرليش داك الحبيبات، وهانتوما معايا نمشيو فيها ان شاء الله. انا عندي هاد الكويسات، انا هاد الكويسات الصراحه غزاله حامض قولي ديال مراكش شريتهم من المغرب، كما في شي درهم 25 درهم الساعه، صراحه كيجيو حمق التحليه. عندي انا القياس ديال 11 كاس، وما معاكم الطبقه الاولى ان شاء الله تدوزوا معايا نحضر الطبقه الثانيه ان شاء الله. اما بالنسبه للطبقه الثانيه غنحتاج لها نص لتر ديال الحليب، سهله هي كتجي زوينه وبنينه. غنحتاج واحد الساشيه ديال الفاني، غلطت من الزيت ديال الشوكولاط. المهم عندي هنايا فلان واحد البنان، وعندي واحد الساشيه ديال الفاني، يعني تبعوا المقادير جد سهله. واحد الساشيه ديال الفاني، ونحتاج واحد الطانون ديال البنان حتى هويا، يعني كتوجد يعني داغيه وكتجي بنينه الصراحه تبعوا الطريقه. المهم غنكب هاد الدانون، غنخلط هاد المكونات ان شاء الله، غندوز للبوطه حتى هما غنطيبهم مزيان حتى كيتقال الخليط ديالي ان شاء الله. وما تنساوش ديروا ثلاثه معالق ديال السكر، انا كنأكد باش ما تجيكمش التحليه مره. المهم غنخلط هاد المكونات ان شاء الله، غندوز نعدلهم فوق البوطه. هانتوما هنا ديك الطبقه الاولى وجدت لي بردت لي، غندوز نحضر معكم الطبقه الثانيه يعني الكبه. هانتوما كتشوفوا الصراحه كتجي بنينه التحليه، يعني كتستحق انكم تجربوها. ما تنساوش دعم القناه بلايك واشتراك فضلا وليس امرا، شكرا اللي تبع لي الفيديو حتى الاخر. المهم هانتوما هنايا انا خليت التحليه ديالي تبرد هنا برا. هاد الخطوه الثالثه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش لكم حرية الاختيار. المهم انا شبرت كاسرونه درت فيها كاس ديال الحليب وكولاكا والمر،
وجوج معلقه ديال السكر والنشا معلقه النشا. بعد درت هذا الخليط اللي غيجي من الفوقي، انا كما قلت لكم اختياري بغيتو خليوها حتى هكا كتجي رائعه. تزين لكم حريه الاختيار، المهم انا زينت على طريقتي وانتم ديروا اللي حبيتوا. المهم كنتمنى تخليكم حتى الاخر، باقا غادي نعدي معكم العصير ان شاء الله يا ربي. التحلية ديال الغزالة ديالي راه خشيت في الثلاجة وخليها تبرد على خاطرها، من بعد نوريكم ان شاء الله الخليط ديالي كي كيجي متماسك وكتجي بنينة هانتوما كتشوفوا. كنتمنى يعني هذه الوصفة ديال التحلية اللي شاركتها معكم تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش دعم خصكم بلايك واشتراك فضلا من ريس أمرا، وان شاء الله عندي معكم نحضر معكم العصير اللي قلت لكم عليه كتعدلتو العقوسي. على بركة الله في المقادير ديال العصير كنحتاج واحد التشينه يعني برتقاله، عندي الليمون هنا بحيدل العظم تقريبا ليمونه، والماء على حسب القياس، تفاحه دايره 4 ديال التفاحات صغار، وعندي واحد المعلقه ديال الشوفان. والصراحه كيجي العصير زوين وصحي، يعني الانسان يديرو في هذا رمضان. انتم شايفين الفوائد ديالو، يعني فوائد ديال التفاح لا الشوفان لا ديال حتى العسل، درت العسل الحره معلقه واللي كنتو معرف الفوائد ديالو. المهم عم طحن هادشي ورجع لكم. هنا الغزاله ديالي عندي واحد المعلقه ديال الزهر، حتى الزهر كيعطي واحد المذاق زوين بزاف العصر الصراحه والله. ان شاء الله عندكم واحد العصر ديال البرباب بالزهر وبزاف ديال المكونات كيجي بنين بزاف، نتسناو ان شاء الله. المهم اخوتي كنتمنى هاد الوصفات اللي شاركتهم معاكم ينالوا ارضائكم، وشكرا للمتتبعين ديالي لا القدام ولا الجداد، وشكرا اللي تبع لي الفيديو حتى الاخر. نتمنى هاد الوصفات اللي كنشاركها معاكم تنال ارضائكم، وما تنساوش دعم القناة، المرجو الدعم والتشجيع اخوتي، وشكرا لكم. استناو ان شاء الله جديد مع بسمة شانيل، سهل وسريع دائما مع البساطة الاغلى على مسكين كما كنقول. وشكرا اللي تبع لي الفيديو حتى الاخر، مع السلامة احبابي، الى فيديو مقبل ان شاء الله في امان الله وحفظه.